يعطيكم العافية. كثير من الناس بيسألوني كيف ممكن نستفيد من شراء أسهم الشركات العالمية، أو بالأحرى عم بيسألوني ما المقصود بالأسهم. الأسهم بكل بساطة هو أن تكون جزء من كيان أي شركة مساهمة عامة، بمعنى آخر هو أن تكون جزء من هذه الشركة. إن مقدار استثمارك وحجم الأسهم التي تملكها هو الذي يحدد مدى الاستثمار الذي تنوي القيام به. نحن نحب أن نرتبط بالشركات التي تعود علينا من النفع والفائدة، ولذلك نحن نبحث عن أفضل الشركات لشراء أسهمها. لنبدأ التفكير في الاستثمار بالمستقبل، يمكنك أن تكون جزءاً من كبرى الشركات العالمية، يمكنك أن تكون جزءاً من هذا الاقتصاد العالمي. أنت من يصنع المال، أنت من يصنع المستقبل. كون محفظتك الاستثمارية وابدأ بمشروعك الخاص. على سبيل المثال سهم شركة تسلا. بالمناسبة سهم شركة تسلا تضاعف منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن حوالي 5 أضعاف، أي لو استثمرنا بما نسبته حوالي $1,000 لأصبح الربح حوالي $5,000. أيضا من الأمثلة الأخرى سهم فيسبوك الذي ارتفع بحوالي 50% منذ بداية هذا العام. أيضا سهم شركة نتفليكس ارتفع سعر سهمها بحوالي 60% منذ بداية هذا العام. إن الاستثمار في كبرى الشركات العالمية، وهنا أقصد الاستثمار المدروس والاختيار الجيد، بالتأكيد سوف يكون هو الاستثمار الذي يعتبر الأفضل مقارنة بباقي الاستثمارات. الجميع يبحث عن الحرية المالية، ولكن ما هو مفهوم الحرية المالية؟ الكثير يعتقد أن تجميع النقود داخل الصناديق أو داخل البنوك هو الحرية المالية، ولكن للأسف هذه النقود بعد فترة معينة سوف تستهلك نتيجة ازدياد المصاريف اليومية لدينا. من الحرية المالية هو وجود أصول تدر علي العوائد المستمرة بحيث تغطي مصاريفي واستهلاكاتي اليومية والدورية. فلذلك الأسهم تعتبر واحدة من أهم تلك الأصول التي تحقق لنا ذلك العائد. إذا اتفقنا إن الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية يعتبر إحدى أهم الخيارات الاستثمارية على الإطلاق، وأن اختيار شركة CFI لتحقيق هذه الغاية يعتبر القرار الصحيح، على اعتبار أن منصة التداول ونظام التداول في شركة CFI هي تعتبر الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، كما أن فريق العمل بشركة CFI يعتبر الأكثر احترافية في هذا المجال. كل ما تريد معرفته عن عالم الأسهم وعن الشركات العالمية يمكنك أن تحصل عليه من خلال زيارة واحدة إلى إحدى مقرات شركة CFI أو من خلال التواصل مع قنواتنا المتاحة. يعطيكم العافية وشكرا لكم.